السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم الاستيحات المستوى الأولى إعدادي. إذا ثلاثية الفصوص مستحاتات نجدها في الصخور الرسوبية وتعتبر من المستحاتات الطبقاتية الجيدة. لماذا؟ لأنها عاشت خلال مدة زمنية محدودة، أي ظهرت وانقرضت ولا توجد مثيلتها حاليا. إذا كيف تكونت هذه المستحاتات؟ قبل حوالي 470 مليون سنة، أي خلال الحقل الأول، كانت هذه الكائنات الحية تعيش في أعماق البحار. بعد موتها تتوضع الجثث في قعر البحر، تتحلل الأجزاء الرخوة أولا ولا تبقى إلا الأجزاء الصلبة. في هذه الحالة الأجزاء الصلبة هي الدرر. كما تلاحظون معي، هذه الجثث تخضع للطر بواسطة الرواسب، وبذلك تظل محفوظة من تأثير ثنائي الأكسجين والماء كذلك. ثم تتراكم الطبقات الرسوبية فوقها، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط. يؤدي ذلك كما سنلاحظ بطبيعة الحال إلى تحول المواد المكونة لها تدريجيا إلى صخرة، وبذلك تبدأ عملية الاستحاثة. في هذه الحالة كما نلاحظ، الاستحاثة تتم عن طريق التمعدن بواسطة تفاعلات كيميائية. الدرع يتحول بنفسه إلى صخرة كما نلاحظ هنا، وبذلك تكون المستحاثة نسخة طبق الأصل للكائن الحي. في حالة أخرى تتحول الرواسب داخل القوقعة وخارجها إلى صخور، بينما القوقعة تختفي. في هذه الحالة نحصل إما على قوالب داخلية وقوالب خارجية. تخضع هذه المنطقة لتشوهات تكتونية الطي، وبذلك تصعد الطبقات الرسوبية العميقة إلى السطح. ثم تحت تأثير عوامل الحقل، الأمطار والرياح وكذلك الحرارة، تظهر المستحاثات على السطح كما سنلاحظ. فعلا تظهر هذه المستحاثات كما أشرت على السطح. هكذا يمكننا أن نجد هذه المستحاثات، ويمكننا أن نحدد تأريخ هذه الصخور التي تحتوي عليها. في هذه الحالة هذه الصخور التي نجد فيها هذا النوع من المستحاثات صخور تكونت أو تشكلت خلال الحقب الأول. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.